في سير الجلسة، في سير الجلسة. لا، مادة 168 لا تتكلم عن سير الجلسة. السيد المستشار المحترم، لا سيدي اسمح. سيد المستشار المحترم اسمح لي باش، سيد المستشار المحترم اسمح لي نقاطعك وأذكرك، سيد المستشار المحترم، سيد المستشار المحترم اسمح لي باش نقاطعك. سيد المستشار، شكرا شكرا سيد المستشار، شكرا سيد المستشار. تفضل سيد المستشار، تفضل سيد المستشار، تفضل سيد المستشار، تفضل سيد المستشار، تفضل. ليس سيد المستشار، أنت خارج، أنت خارج القانون سيد المستشار، سيد المستشار أنت خارج القانون. تفضل وخليني نجاوبك. تفضل سيد الجاوبك، سيد القانون، سيد المستشار، واخا سيد المستشار تفضل خليني نجاوبك. إذا شكرا سيد المستشار، سيد المستشار، سيد المستشار اش هذا الشيء؟ هذا غير ما تقوله سيد المستشار، وخارج نقطة نظام وخارج القواعد المعمول بها، وما تقوله يلزمك أنت وحدك. تفضل 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 سيد، تفضل. كلامك كلامك مر سيد المستشار، سيد واش بغينا نخلوك تتكلم حتى الغدا سيد المستشار؟ سيد المستشار واش بغيت نخلوك تتكلم حتى الغدا؟ كلامك خارج السياق، وكلامك خارج واش نخلوك؟ شكرا 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 سيد المستشار، شكرا سيد المستشار، سيد صافي أخذت سيد المستشار. تفضل توري ريح، نقول لك تفضل تفضل سيد المستشار، نقول لك تفضل سيد المستشار، سيد المستشار، سيد تفضل سيد المستشار، تفضل تفضل سيد المستشار. بس سيد المستشار المحترم تفضل بلاصتك، سيد المستشار المحترم، سيد تفضل قاعد هدوء. سيد المستشار، سيد المستشار، السيد المستشار المحترم، السيد المستشار المحترم، السيد المستشار، سيد سيد ملك، سيد ملك، قول انا سيد ملك، سيد ملك، انا غادي نجاوب، خليني نخدم. هذه السيد المستشار، السيد المستشار، السيد المستشار، السيد المستشار، السيد المستشار، اسكت السيد المستشار، اعطيتك سيد المستشار، خليني نجاوبك انا.
غادي نجاوبك سيد المستشار. اولا سيد المستشار كلامك خارج الاطار القانوني. اسمح لي يا سيدي ما تجاوبنيش، انا خليتك تتكلمت، وما تجاوبنيش، خليني اعقب. اذا كنت تحترم هذه الرئاسه وتحترم هذا المجلس تكلمت كلامك كامل. خلينا نجاوبوك لانك الناس زادوا غوتوا لانك اتهمتهم اتهام مباشر، وهذا غير اخلاقي داخل مجلس المستشارين، غير اخلاقي داخل مجلس المستشارين. اسمح لي غير اخلاقي. نحن نحترم كل مكونات المجلس، والكل لديه الحق في ان يعبر عن رايه خارجا عن المس بالاخرين. اولا بس ريح السيد المستشار، ريح السيد المستشار، ريح الله يرحم باك، ريح. خليني نجاوبك. ثانيا السيد المستشار، ريح نجاوبك، قعد بلاصتك. هذه من أخلاقيات المستشارين أنك تريح نجاوبك. ثانيا سيد، أنا أخاطب. سيد المستشار، سيد المستشار يتملك. سيدون السادة المسيدات السادة المستشارين. سيد المستشار، أنا أعي ما أقول. قول اسكتوا، قول صاحبك اسكت باش يسكت، قول له اسكتوا. السادة المستشارين، لا ما رفعش. سيد المستشار يحفظوا. ريح بلاصتك. واجلس مكان ديالك. اجلس مكان ديالك. إذا أنا أخاطب السي السباعي، سيد رئيس الفريق الحركي، أعتقد واش أسي. إذا سي السباعي تفضل. سيد الرئيس، سيد الرئيس. السادة المستشارين، سي السباعي تفضل. سي السباعي تفضل. الله يجازيك بخير. سيد الرئيس، كنطلبوا منكم رفع الجلسة واحد 10 دقائق. الله يجازيك بخير. اش كطلب سيد الرئيس؟ رفع الجلسة.
أرفع الجلسة لمدة 5 دقائق. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أش كاين من بلاي ستور وأب ستور.